احنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا اولادنا ما بيتعلموا لان كان فيهم مواصلات قبل 22 عام اليوم توقفت عنهم المواصلات احنا ناس زعلانين كثير من البلدية ومن مسادة حنو احنا اولادنا ما بيقدروا يقطعوا الطريق لان الطريق فيها اشواك كثيرة فيها كلاب فيها مية حسن ابو جبر احنا زعلانين كثير احنا توصلنا لنتيجه تشرنا عملنا وزينا طلابنا ما بيتعلموا والهم الحين 40 يوم احنا كانت في عندنا مواصلات 22 سنه ايش حدا وايش بدا وقفت المواصلات تبعتنا وانتم بتعرفوا الصريح وبتعرفوا الطريق انها طريق غير مناسبه طريق شائكه طريق مليان وحوش طريق ما انت من هو بيرضى على نفسه يا خلي ولده اللي عمره 5-6 سنين يمشي من هي هذا من يمشي على المدرسه هي هذا هذا لحيه احنا ناسف 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 اللي انتم وقفتوا عنا عمليه المواصلات ناسف جدا اقعدوا خلنا نشوف كل المعلمين تتعلموا هنا هنيه هنيه وقفوا